النشرة الاقتصادية من الإخبارية السورية، أهلا بكم. وصل الوفد اللبناني الذي يضم وزير الزراعة غازي زعتر ووزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى معبر جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته 59. يشرفه. وفد من رجال الأعمال الروس يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الكهرباء، وواقع الاقتصاد والكهرباء في سوريا كان محور اللقاء. تفاصيل أوفى في تقرير صفاء الشحون. استقبل وزير الاقتصاد والتجارة هاب. أنهت وزارة النفط والثروة المعدنية التحضيرات لإطلاق مشروع محطات الوقود المتنقلة التي من شأنها تخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة وتخدم المناطق المحررة حديثا. وزير النفط المهندس علي غانم. أنهت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2017-2018 التي ستعرض على لجنة الخطة الإنتاجية الزراعية في اجتماع عقد اليوم في مقر وزارة الزراعة وبحضور لوزارة الصناعة والموارد المائية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. عقدت وزارة الزراعة اجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي مع مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديري فروع المخابز بالمحافظات بهدف بحث الإجراءات المتخذة استعدادا لعيد الأضحى المبارك والعام الدراسي الجديد. الغربي دعا إلى تكثيف وننتقل إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بحسب نشرة الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، حيث سجل الدولار في الحوالات الشخصية 514 ليرة و85 قرشا، كما سجل اليورو 578 ليرة. أما أسعار الذهب في الأسواق العالمية فقد حققت أونصة الذهب سعر 1272 دولار و96 سنتا، في حين سجلت في الأسواق المحلية جرام الذهب عيار 21-18800 ليرة سورية، وسجل جرام الذهب عيار 18-16115 ليرة سورية. وبالانتقال إلى أسعار النفط العالمية، سجل خام برنت 51 دولار و6 سنتات، في حين سجل الخام الأمريكي 47 دولار و71 سنت. كان هذا كل شيء في نشرة الاقتصاد. انتقالا إلى الرياضة مع مازن، إليك مازن.